تل أبيب تستيقظ على صاروخ باليستي حوثي، صافرة إنذار دوت وسط حالة من الذعر وتساؤلات كبيرة تنتظر الإجابات. الصاروخ اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق، ومن المرجح أن يكون تحطم في الجو حسب بيان إسرائيلي. الجيش الإسرائيلي كشف أن الصاروخ انطلق من اليمن وانفجر بالقرب من منطقة مطار بن غوريون بتل أبيب أو بين تل أبيب والقدس. بلغ مسار الصاروخ حوالي 2000 كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ باليستي لمثل هذه المسافة حوالي 15 دقيقة. حماس أشادت بالهجوم الحوثي وتتعهد بألا تحظى إسرائيل بالأمان، فهل سترد إسرائيل؟ وإلى أي مدى ستزيد من مخاوف التصعيد الإقليمي؟ الجيش الإسرائيلي قال أن الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن نحو إسرائيل من المرجح أن يكون تحطم في الجو، وأوضح الجيش أنه قد جرت عدة محاولات اعتراض للصاروخ بواسطة منظومتين دفاعيتين، مشيرا إلى أن الحادث برمته تتم مراجعته والتحقيق في نتائجه حاليا. الحوثيون تبنوا الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن على إسرائيل أن تتوقع المزيد من العمليات النوعية القادمة، ونحن على اعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراج جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فسرعان ما توعد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد إطلاقهم صاروخا وسط إسرائيل، وشدد نتنياهو على أن كل من يهاجم إسرائيل لن يكون بعيدا عن ذراعها الطويلة. نحن في حرب متعددة الجبهات، فهناك إيران التي تريد القضاء علينا، وقد أطلق الحوثيون صاروخا علينا من اليمن، وعليهم أن يعرفوا أننا سنجعل كل من يحاول المس بنا يدفع الثمن، ومن يريد إثباتات ندعوه لزيارة ميناء الحديدة. كل من يهاجمنا لن يكون بعيدا عن ذراعنا الطويلة. ينضم إلينا الآن من صنعاء الكاتب والباحث السياسي عبد الكريم الآنسي، ومن مدينة نيبلز في ولاية فلوريدا الباحث في الشؤون الاستراتيجية براين بويد. أهلا بكما، ودعني أبدأ معك سيد عبد الكريم. ما دلالات برأيك هذه العملية أو هذا الهجوم الحوثي بهذا الصاروخ إلى أن وصل إلى وسط إسرائيل؟ هل هناك دلالات من حيث التوقيت ودلالات سياسية أيضا؟ مساء الخير داليا وضيفيك ومشاهدينك الكرام. بداية أهني أمتنا اليمنية والعربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف. بالتأكيد مدلولات هذا الصاروخ هي كما قال السيد عبد الملك بدر الدين بأنها تدشين المرحلة الخامسة، وكان وزير الدفاع في حكومة صنعاء ورئيس الاستخبارات أعلن قبل أسبوع بأنهم قاموا بعمليات تطوير وتحديث للمنظومات الصاروخية، وبالتالي تأتي هذه العملية بداية لتدشين المرحلة الخامسة، ليست كرد عن ما قامت به إسرائيل في الحديدة، لا، الرد هذا مؤجل تماما وسيتم الرد على ما قامت به إسرائيل، ولكن هو لتدشين المرحلة الخامسة. بالنسبة للمرحلة الخامسة، توضح لنا السيد عبد الكريم ماذا تقصد هنا بالمرحلة الخامسة؟ نتحدث هنا عن التطوير للمنظومة الصاروخية التي تعكس البنية التحتية التي تهتم بها صنعاء للدفاع عنها وتطوير أسلحتها. نتحدث داليا هنا عن في 2015 كانت مدى الصواريخ الذي نستخدمها 400 كيلو، الآن نتحدث عن أكثر من 2000 كيلو، وبالتالي هذا مفتوح. نحن نعتبر أنفسنا في حرب مفتوحة مع هذا الكيان، حتى نتنياهو وأمريكا يعودون لرشدهم ووعيهم ويقومون بإيقاف ما يقومون به تماما في فلسطين. دعني أذهب الآن إلى سيد براين. سيد براين أهلا بك معنا. 15 دقيقة استغرق من الوقت هذا الصاروخ ليصل إلى إسرائيل من اليمن، رغم بأنه حتى اللحظة لا توجد أي معلومات حول أي وفيات أو ربما أي إصابات، ولكن أليست هذه النقطة
اليوم تسجل لصالح الجانب الحوثي. الذي يحاول الحوثيون فعله هو إظهاره. لا ننسى أن هذه الصواريخ مقدمة من إيران، فإيران هي الداعم الأساس للحوثيين، وبالتالي هي تخوض حربا بالوكالة. هذه الصواريخ تبغي منها جماعة الحوثيين أن تظهر بأنها يمكن أن تصل إلى قلب إسرائيل. وعندما نرى تلك الأشياء التي فعلوها، هم استولوا على الحكومة ومعروفون بالفساد، وبالتالي نتساءل ما هي نواياهم. هل هم يريدون أن يواصلوا الاستيلاء على حكومة اليمن وفي الوقت نفسه يصبحون مارقا عالميا والتدخل لتعطيل سلسلة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، والآن يستخدمون الصواريخ الباليستية لاستهداف إسرائيل؟ بالنسبة إلي هذه الطريقة لا جدوى منها ولن تفيد السكان اليمنيين. وإذا كانوا سيستخدمون الصواريخ الإيرانية لاستهداف إسرائيل فلا يمكنهم أن يفوزوا بهذه الحرب. وإذا تواصلت هذه الهجمات لا ننسى أن إسرائيل ستنتقم. ونتذكر ما فعلته إسرائيل من تدمير لميناء الحديدة ومنشآت أخرى في اليمن. على المستوى العسكري ومنطق الحروب، الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية، ولكن هذا لن يغير الوضع الدينامي ولا مجرى الحرب. هم فقط يجدون جبهة جديدة لإسرائيل عليها التعامل معها، وهم يواصلون استهداف الملاحة البحرية. والحوثيون هل سيشنون هجمات إضافية؟ حتما قد يحدث ذلك، والإسرائيليون عليهم أن يواجهوا هذه الهجمات بالصواريخ فرط صوتية. نيتهم هي مواصلة الاستيلاء على الحكومة وكذلك استعراض عضلاتهم من خلال هذه الصواريخ، والآن هم ينخرطون في هذا التحرش، وذلك بدعم من الإيرانيين الذين يستخدمونهم كأدوات في هذه الحرب بالوكالة. طيب سيد براين، طيب إذا كنت تقول بأن إيران تقدم هذه الصواريخ، طيب نتساءل هنا إذا لماذا وما أهداف وهدف الولايات المتحدة وحتى بريطانيا بشان كل هذه الضربات التي شنتها على مواقع الحوثيين بهدف ربما تحييد قدراتهم العسكرية؟ يبدو بأن ما كانت تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا لم تجدي نفعا إذا كان اليوم الجانب الحوثي لديه صواريخ فرط صوتية. هذا صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تقوم بدور دفاعي في البحر الأحمر. هناك سلسلة من الأحداث تقع في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ترجح الحلول الدبلوماسية. المشكلة على النطاق الأوسع هي أنه إذا واصلت إيران تزويد الحوثيين بهذه الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية وفعل الشيء نفسه مع حزب الله وحماس، فإن إيران هي التي لها الأموال وهذه الصواريخ. وهنا التساؤل، ماذا يقوم به العالم الحر إزاء إيران؟ لأنه يبدو أنه ليس هناك أي فعل ضد إيران لتتوقف عن ضخ التدريب والأموال والصواريخ إلى وكلائها. هذه مشكلة حقيقية. الذي تفعله أمريكا وبريطانيا إلى الآن هو الدفاع فقط، وليس هناك أي مقاربة هجومية لضرب مصدر الأموال والأسلحة. سيد عبد الكريم، سيد براين يقول بأنه ما تقوم به جماعة الحوثي الآن لن تفيد السكان المدنيين تحديدا هنا اليمنيين. ما الذي تريد أن تحققه جماعة الحوثي من خلال إطلاق كل هذه الصواريخ الآن وهذا التصعيد مع إسرائيل؟ بداية، أولا إفشال كل الهيمنة الأمريكية في البحار، والذي كانت تسمى سيدة البحار. كل القوات البحرية الأمريكية خسفت بها الأرض بحكم أنه كل هذه القطاع، والرد هذا كمان كالنعامة التي تدفن رأسها بالتراب.
كيف وضع الصاروخ؟ إذا لماذا لم تقصف ربما يعني السفن الأمريكية والأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر؟ لماذا توجه هذه الصواريخ؟ إيزنهاور كانت متواعدة وبالتالي انسحبت، وكان التهديد واضح ومباشر، وهم يعلمون أن كانت سيتم. يعني هذا الكلام كمان نعامة الذي تدفن رأسها في الرمل، بأن كل لم يعترض صاروخ طوال 2000 كيلو من كل القوات البريطانية والأمريكية، كذلك المنظومات الإسرائيلية، كذلك 2 مليون لاجئ إسرائيلي تحرك كذلك في الملاجئ. التشكيك في حكاية التقنية والتملك وأن إيران دعمت وما دعمت، يا سيدي نحن في تنسيق وفي حلف وفي عمليات مشتركة يعني، وبالتالي سيتم استمرار القوات اليمنية بتطوير، وسيستمر الأمريكان والإسرائيليين تلقي هذه الصفعات بشكل مباشر. كما قلت لك بأن الرد لم يأتي حتى الآن على ما ارتكبته إسرائيل في ميناء الحديدة. هذا بس لتدشين المرحلة. عليهم فقط، سواء عودة لليمن، اليمنيين اليوم شاهدتم في ميدان 70 أكبر حشد عالمي، هذا يرضيهم بما تقوم به شاشات التلفاز من نقد، بما يقوم به نتنياهو في الشعب العربي الفلسطيني، يرضيهم تماما ويصرون على استكمال هذا التصعيد سواء المرحلة الخامسة أو المرحلة السادسة. هو لم يردوا وشلوا، وكان يعني لم يستوعبوا العملية. المرة الأولى لما كنت معكم قبل شهرين في المسيرة قالوا إنها مسيرة وكانت منخفضة، هذا صاروخ ارتفع على علو عالي جدا وتعدى 2000 كيلو وبتقنية، وسقط في منطقة حساسة جدا على بعد مطار على 5 مواقع حساسة أستاذة داليا في الكيان. حتى الآن التحقيق ما زال جاري لديهم وأفقدهم النط. بالتالي قلت لك اليمن تعتمد على أسلحتها بتطويرها بالتطوير خلال الفترة البسيطة هذه أن يصل إلى هذه التقنية والتكنولوجيا، وهناك المرحلة السادسة والسابعة إذا لم توقف البلطجة والعربدة والمجازر الوحشية، وهذا هو الأنسب والأقرب. وما الذي ستحمله المرحلة السادسة والسابعة كما تقول سيد عبد الكريم، خاصة من جماعة الحوثي الآن تهدد وتتوعد بالمزيد، يعني ما الذي ستحمله المراحل المقبلة؟ المراحل المقبلة أن نحن نتحدث عن تطوير تقني وتكنولوجي حديث جدا، حتى الآن هم ينكرون وما زالوا يقولون أذرعة إيران ومادرات إيران. خليهم في غيهم يعمهون، لدينا منصة بنية تحتية كبيرة جدا لتحديث الأسلحة الصاروخية، وهذا ما قامت به قواتنا المسلحة، وقلت لك أن وزير الدفاع ورئيس الأركان وقد القوات الجوية أشادوا للسيد القائد قبل أسبوعين بأنهم جاهزين ورهن الإشارة، وبالتالي التقنية والتكنولوجيا التي تستخدمها القوات المسلحة سيظلون بنفس هذا الغي لا يدركوها حتى يتم الرد مباشرة خلال الفترة القادمة. سيكون الرد على ميناء الحديدة في قلب إسرائيل، إذا كان الآن بيننا وبين مطار بن غوريون 10 كيلوهات، فصدقينا الضربة القادمة ستكون مهولة، وسأكون معكم وسيكون معنا ضيف من أمريكا ومن إسرائيل وسيرددون نفس الرد. نخلص بالخلاصة هو إيقاف ما يقوم به هذا نتنياهو، وأعتقد أن الضغط على الشعب الإسرائيلي للخروج أو إسقاط هذا أو سجن أو محاكمته هو الأقرب لإيقاف هذه العملية. لم أسمع منك يعني حديث عن موضوع نصرة غزة وقطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، لم أسمع منك هذا التعبير سيد عبد الكريم. بالعكس هي تأتي، قلت لك هي تأتي لتدشين المرحلة الخامسة الذي منذ اليوم الأول تحدث عنها السيد القائد أنها ستكون على مراحل، لأنه حتى الآن نحن لنا ثأر مع إسرائيل، وقلت لك أننا لم نرد على ميناء الحديدة حتى الآن، وهذا إنما هو نصرة لشعبنا العربي وما تقوم به من مجازر. طيب. يرضي الشعب اليمني الذي أنت حتى حدثت عنه اليوم، أنت لا تتخيلين الشعب اليمني كم هو يعني في قائية الفرحتين بالمولد النبوي الشريف وبأن تصل قواتنا المسلحة إلى هذا المستوى. طيب. وهذا يرضينا كشعب، نرفعه للقيادة والقوات المسلحة. طيب دعنا نذهب الآن إلى السيد براين. سيد براين، سيد عبد الكريم يقول بأنه المزيد قادم، بأنه جماعة الحوثي تطور من أسلحتها وقدراتها العسكرية، الهدف هو إنهاء الهيمنة الأمريكية، لا المنظومات الدفاعية الإسرائيلية ولا حتى الأمريكية تمكنت من اعتراض هذا الصاروخ، ويقول بأن الرد حتى على ما حدث في ميناء الحديدة لم يأتي حتى الآن،
هل الولايات المتحدة اليوم في مأزق؟ كلا، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق. دعيني أعود إلى نقطة بسيطة في هذا الحوار. عندما استولى الحوثيون على اليمن في 2015، كان ذلك في يناير، فعلوا ذلك بسبب الدعم المالي الذي يتلقونه، وقاموا بحل البرلمان وحل عدد من المؤسسات، في حين أن السكان اليمنيين كانوا يعانون المجاعة وكذلك غلاء الأسعار الخاصة بالوقود وغير ذلك من البضائع والسلع. وبعد ذلك بدأوا يختطفون السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، والتغير الوحيد في سياستهم وموقفهم السياسي ظهر فجأة عند الحرب في غزة. وبعد ذلك، بعدما قدمت لهم الصواريخ الباليستية من إيران، أصبحوا يلعبون دور الوكيل مرة أخرى. إذن هم ليس لديهم أي مقدرات دفاعية حقيقية. اسمح لي على المقاطعة لضيق الوقت، هذا مفهوم، هذا ربما يعني تأخذنا في بعض يعني الحقائق التاريخية، ولكن مع ذلك اليوم هذا هو الواقع. سيد عبد الكريم يقول بأنه الهدف هو إنهاء الهيمنة الأمريكية. الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوعد بدفع الحوثيين ثمن باهظ. هل ستكون الولايات المتحدة ضمن هذه المعادلة؟ هل ستكون جزء من الرد؟ ستكون جزءا من الرد، لكن بشكل مشابه لما يحدث الآن، ستواصل تقديم الدعم لتحالف حارس الازدهار ودعم إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية لن تخوض حربا مباشرة مع الحوثيين، هدفها الآن هو إسقاط الصواريخ ولديها البحرية لتفعل ذلك، وهذا الاستعراض الذي لديها يقتصر على هذا الدور. وبطبيعة الحال إذا حدث هناك تصعيد، لا أحد سيفوز، ولذلك أمريكا لن تقوم بمهاجمة الحوثيين بشكل مباشر. هي تركز على دعم الإسرائيليين، وهذا هو توصيف انخراط أمريكا. سيد عبد الكريم، يعني قد يقول لك قائل بأنه كل ما قامت به جماعة الحوثي اليوم في نهاية المطاف، لربما حتى ما استمعنا للسيد براين، بأنه محاولة أو هي رسالة للداخل اليمني، محاولة زيادة الداعمين لجماعة الحوثي أكثر مما هي ربما يعني رسالة للخارج، ما رأيك؟ بداية السيد براين، أنا أشفق على المحللين الأمريكيين بشكل عام لضعف ردهم دائما ولهروبهم من المواجهة بمعلومات بعيدة جدا، ويتحدث عن الواقع اليمني. هو لا يعلم تماما عن اليمن شيء، لا يعلم بأن المناطق الشمالية أو التي تقع تحت سيطرة الحوثية أكثر مناطق اليمن أمنا ومن الناحية الأمنية والاقتصادية. كل ما يقوله هو هراء، والشعب اليمني بدأ يلتف في ظل المهزلة أو البقية الأطراف الأخرى. هذا واحد. اثنين، الشعب اليمني يصطاف حول صنعاء، وهذا واضح من خلال ما يقوم به. ثالثا، أمريكا لا تريد أن تعلن أنها فشلت ولن تستطيع المواجهة. استعرضت كم لاحظنا سيدة داليا تحرك القوات البحرية والأساطيل وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد هم ليسوا الآن في استطاعهم، فشلوا استخباراتيا، شيء واضح جدا، الفشل الاستخباراتي والتقني والتكنولوجي لكل قطاعهم البحري. اليمن أخذ الأسطورة بالقوات البحرية ومسح بها البحار، وبالتالي أصبحت هي مسخرة. صدقيني، هناك من يقول بأن أمريكا لا تريد أن ترد، أمريكا ليست جادة، أمريكا هي من شكرا سيد عبد الكريم. صدقيني، أمريكا في مأزق حقيقي لهذا العام. وصلت الفكرة. شكرا لك سيد عبد الكريم الأنسي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من صنعاء. والشكر موصول أيضا لضيفنا من مدينة نيبلس في ولاية فلوريدا، الباحث في الشؤون الاستراتيجية براين بويد.